منطقة بالفرنسية في أفريقيا تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع. تزخر جمهورية الكونغو الديمقراطية بموارد طبيعية وثروات معدنية مختلفة مثل النحاس والألماس. وعلى الرغم من هذه الثروات تعد البلاد واحدة من أفقر دول العالم للاستقرار السياسي. حصلت 30 عاما مع الكونغو الذي انتهى حكمه إثر انقلاب حول روندي زي كابيلا في عام 1998 ليكون بذلك الصراع الأول الذي تشهده البلاد منذ الاستقلال. بعد مرور عام أصبحت جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحا لحرب جديدة بين 7 دول حتى عام 2008. صراع في اسم الحرب العالمية الأفريقية أسفر عن قتل 3 ملايين شخص. بعد اغتيال روندي زي كابيلا في عام 2001 والتي نجزت كابيلا إلى مدينة انتخابها عام 2006 لولاية كابيلا وكينيا في عام 2011 خلال انتخابات الرئاسية اتسمت بالعنف واتهامات بالتسويق. حكم جوزيف كابيلا البلاد لنحو 18 عاما ولم يترشح لولاية جديدة.